يعني انت ممكن تلاقي في المصارع عندنا الكرة مثلا 5000، احنا تلاقينا في المصارع 10000 لاعب. لا عندنا عدد كتير، عندنا مثلا يجي 5000 جودو. احنا عندنا قضية ميليج فيها مصارعة، المصارعة رقم واحد فيها، وفيها ابطال كتير يعني ابطال اولمبيين وعالم وكتير وضرب بحر متوسط. انا اخويا محمد بطل افريقيا 3 مرات ولا 4، وبطل عرب مرتين، وراح بطولة العالم الكبار المؤهلة وما حصلوش نصيب، وجينا في بطولة افريقيا المؤهلة والحمد لله خد اول وتأهل الى الاولمبياد باريس.